المخيمات الصيفية ليست فقط مكان للهو، وإنما أيضا تشكل مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تلعب دورا مهما في تربية النشء. فالمخيمات هي مصدر الخبرات والمعارف والقيم والمبادئ للأطفال، كما تعتبر فضاء للترفيه واللعب، ونعلم جميعا أهمية اللعب في مرحلة الطفولة. ومن خلال ما يعيشه العالم الآن يجعلنا نفوسا مهزوزة تعاني من الخوف والتوتر. لذا وجب علينا كفاعلين تربويين وكمهتمين بالمجال أن نتساءل ما مصير الأطفال ما بعد الكورونا، خاصة وأن هذه الفئة هي الأكثر تضررا من هذه الأوضاع التي نعيشها الآن. إذن لابد منا جميعا أن نبحث عن بديل حقيقي للمخيمات بشكل آني وسريع.